صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني شكل تاني. الأغنية والمجتمع في مصر، أغاني شكل تاني. حياة امبارح والنهاردة وبكرة، أغاني شكل تاني. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي. أهلا بحضراتكم. في الحلقة دي نتكلم عن البريد. طبعا لو نسمع كلمة بريد دلوقتي كلنا بنفتكر مباشرة البريد الإلكتروني، ويمكن ما يجيش في بالنا خالص البريد العادي اللي كان له أهمية كبيرة جدا في التواصل بين الناس في مصر قبل ما يظهر الإنترنت والبريد الإلكتروني والتشات والفيسبوك وتنتشر التليفونات الأرضية، وبعدها طبعا التليفونات المحمولة والرسائل القصيرة من خلال المحمول اللي هي SMS. زمان كانت الجوابات أو الخطابات المكتوبة بخط اليد هي الوسيلة الرئيسية في التواصل بين الناس، يعني تجيب ورقة وقلم وتكتب بخط إيدك الجواب وتحطه في ظرف وتروح البوسطة وتشتري طابع تلزقه على ظرف الجواب وتحطه في صندوق البوسطة وتستنى أسبوعين ثلاثة ويمكن شهر على بال الجواب ما يوصل واللي بعت له الجواب يرد عليك. البوسطة والبوسطاجي اللي كان بيوزع الجوابات كان موضوع فيلم رائع يعتبر من روائع السينما المصرية، هو فيلم البوسطاجي، الفيلم أنتج سنة 1968. طبعا كلنا فاكرين مشهد عبد الحليم حافظ أغنية جواب حبيبي الغالي في فيلم البنات والصيف سنة 1960، وهو قاعد على المكتب بيكتب جواب لحبيبته من خلال الأغنية اللي بيقول في مطلعها حبيبي الغالي من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي، نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعينيك مشتاق مشتاق وأنا لسه مقابلك وبعز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك، إلى آخر الأغنية اللي كتب كلماتها الشاعر الغنائي الرائع الأستاذ مرسي جميل عزيز ومن ألحان الأستاذ كمال الطويل. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك. أغنية تانية مهمة جدا على الجواب في الأغنية المصرية هي أغنية ليلى مراد جواب حبيبي من كلمات الأستاذ حسين السيد وألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب. مطلع الأغنية بيقول جواب حبيبي بخط إيده واللي أقراه أعيده أعيده. طبعا الجواب المكتوب بخط الإيد أكيد له معنى أكبر وأحلى وأجمل من رسائل البريد الإلكتروني والSMS. الجواب المكتوب فيه نوع من الشخصنة، مكتوب بخط حبيبها على ورق اختاره حبيبها. طبعا لما نتكلم عن الجوابات والبوسطجية لازم نفتكر أغنية الفنانة رجاء عبده اللي بتأكد فيها إنه البوسطجية اشتكوا من كتر مراسلها في الأغنية الشهيرة البوسطجية اشتكوا. مش كده وبس، دي بتطلب من القمر إنه يروح يمثلها على الحلو بدل ما تبعت له جوابات لأنها تعبت من كتابة الجوابات. الأغنية كلمات الأستاذ أبو سعود الإبياري وألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب. مطلع الأغنية بيقول البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعيوني لما بكوا دابت مناديلي، روح يا قمر والنبي على الحلو مثيلي. طبعا لو الست رجاء عبده كانت عايشه معانا دلوقتي كان الموضوع بتاعها خلص في دقايق، تبعت للحلو SMS او تقابله على الفيسبوك وتدردش معاه او تدي رن على الموبايل وهو اتصل بيه. أغاني شكل تاني، تقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي.